قرار السلطات الجزائرية أو الدولة العميقة الجزائرية بلسان وزير الخارجية ديال قطع العلاقات الجزائرية المغربية هو تحصيل حاصل، يعني من حيث المفهوم الحركية الدبلوماسية بين الدول تقتضي أن يكون هناك تعاون، أن يكون هناك نوع من الانسجام في القضايا التي تهم الشعبين أو الدولتين. بطبيعة الحال الواقع كيبين بأن الجزائر إنما هي احتفظت على هذه العلاقة من باب المجاملة أو الخوف من الانتقاد الدولي. اليوم القرار اللي سمعناه من طرف وزير الخارجية ديال الدولة العميقة الجزائرية أسباب اللي جات معني كحيتيات لهذا القرار، هذا اللي هو بالنسبة للسلطات المغربية والشعب المغربي ليس بشيء جديد، كتخلينا على أننا نحطوا النقط أو نسطروا على بعض الأسباب الواهية أو بعض الأسباب الملفقة اللي تبرير هذا القرار هذا الغير منطقي، بيناتها الحرب ديال الرماد ديال 1963. بعد 60 سنة الجزائر اليوم كتقول بأنها بتقطع العلاقة تاعها مع الجار تاع المغرب، لأنه هناك واحد الواقعة كترجع لأزيد من 60 سنة وتتعلق بملف تم طيه باتفاقية ديال ترسيم الحدود ما بين الطرفين. طبيعة الحال ان الجزائر ستكون مضطرة انها تجاوب كيفاش انها ما قطعتش علاقة مع المستعمر الفرنسي اللي استعمرها اكثر من 130 سنة وخلف ضحايا وخلف شهداء واستغل الثروات ديالها، وهنا كيبان بانه هذا سبب واهي. المسألة الثانية انه الجزائر تعتبر بانه من مبررات قطع العلاقات وهو على المقترح ديال الممثل المغربي في الامم المتحده السي عمر هلال، الذي يرمي الى تسليط الضوء على واحد الشعب، على واحد الفئه من الناس اللي هما محروم من جميع الحقوق تاعهم بما فيها الحقوق السياسيه وحق تقرير المصير، هما شعب القبائل. وهنايا كنجيو في المقابل كنتلقاو بانه الجزائر زياد من 50 سنه وهي تسعى الى تقسيم المغرب وتسعى الى تدمير المغرب وتسعى الى عرقله عجله المغرب وتوقفها عن طريق الدعم المقدم البوليزاريو، سواء بالسلاح بالتدريب من خلال الطرح والدعم السياسي من خلال التمويل، ولو ان هذا الشيء كان على حساب الشعب الجزائري. الاهم شيء واللي ممكن نوصلوا ليه اليوم هو ان القرار ديال الدوله العميقه الجزائريه لا يؤثر على الشعب الجزائري او على الشعب المغربي، بدليل ان الشعار ديال حنا خاوة خاوة هو شعار في الدم وشعار بالقناعة، ولا يمكن أن نجعل من القادة الذين لهم مصالح أو لهم منافع خاصة أو يخدمون أجندات غير أجندات الوطن ديالهم أنهم يؤثروا على العلاقة التاريخية والإنسانية والأخوية اللي كتجمع بيننا أم بين الإخوان تاعنا الجزائريين. والمضحك في بين أسباب كذلك على أنه يعاب عن المغرب لماذا وزير خارجية إسرائيل كيعتبر بأن الجزائر هي عندها تنسيق أو تقارب جزائري إيراني، وهنا كيخلي بأنه قرار الدولة العميقة إنما محط أضحوكة ومحط تهكم ومحط لا مبالاة من طرف شعبي الدولتين، وكيخلينا على أننا نكون أكثر إصرار في أننا المصير ديال الشعوب لا يمكن أن يكون في يدي أو في قبضة ناس اللي هما كيخدموا المصالح تاعهم الخاصة. ونقول للشعب الجزائري بأن الأخوة ثابتة ونحن معكم بالقلب تاعنا وبالدعاء إلى أن يخلق الله لكم فجوة أو فرصة أو أملا جديدا في ناس اللي يقدروا هذا العمق العلاقة المغربية الجزائرية أو القرار الجزائر إنما هو تحصيل حاصل ولا يؤثر نهائيا على القرارات الحكيمة ديال المسؤولين المغاربة، ولا يؤثر على قناعات الإخوان تاعكم المغاربة في أن المحبة المغربية الجزائرية بين الشعبين هي ثابتة إلى يوم الدين. وإن شاء الله تعالى سيأتي يوم الفرج اللي من خلاله هذه واللي الشعبين هما يمثلون المغرب العربي الكبير إلى باقي الإخوان ديالنا في ليبيا وكذلك في تونس وموريتانيا.